على الرغم من أن عدنان مندرس لم يكن من تيار إسلامي، وكان يعمل لمصلحة تركيا، وذلك ما قرره المجلس النواب حين أعاد إليه اعتباره، إلا أن الجيش قد انقلب عليه عام 1960 بحجة أنه أعاد الشعور الديني إلى الشارع التركي. مجموعة من التحولات حدثت في عهد مندرس، وقد استطاع إدخال تركيا في حلف الناتو، وهي الخطوة الأبرز التي قام بها على صعيد السياسة الخارجية، وبدأ بتوطيد علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن وصلت في نهاية عهده إلى مرحلة متميزة. ولكن يبدو أن هامش الحرية الذي قدمه للحركات الصوفية تحديدا كانت وراء إعدامه من قبل العسكر. في سنة 60 عملوا انقلاب عسكري وأعدموا عدنان مندرس ووزير الخارجية ووزير المالية. التهمة الأساسية قالوا إن هذا الرجل كان يريد إلغاء المبادئ الكمالية وإرجاع تركيا إلى عهد الخلافة، وهذا ما كان صحيح، لكن الرجل كان يحب وطنه وأعطى شيئا كثيرا من الحرية، وفي الزراعة وفي الصناعة يعني حصلت تطورات، ازدهار كبير في تركيا، والناس ما زالوا يترحمون عليه. عدنان مندرس هو اللي انخرط في الخارج في سياسات الناتو، ولا يعرف كثيرين انه عند مندرس كوطني تركي حاول ان يحافظ على التوجهات السياسية الغربية الخارجية، هو اللي وقع اول اتفاقية واول تعاون مع اسرائيل، مع مؤسس دولة اسرائيل واول رئيس فيها دافيد بن غوريون. دائما في تاريخ الصوفية التركية، الصوفية كانت متحركة، لا تبتعد عن السياسة لكن لا تدخل مباشرة أيضا، يعني تراقب وتهتم وتحدد مواقفه معينة لكن لا تصطدم، حتى إذا أتت ضربات عنيفة من طرف الدولة الصوفية لا تصطدم لكن لا تتراجع أيضا عن موقفها، تنتظر وقت ملائم وتنطلق مرة أخرى. هكذا حدث. المشروع لعلمنة التركية فشل بهذا السبب، لأن علماؤنا كان عندهم استراتيجية لمحافظة الشعب من هذا المشروع السيء، ليجعل جميع الشبان إلحاديين فكتبهم وعملهم التربوي أنتجت نتيجة جميلة ما شاء الله في النهاية، رغم أنهم كانوا تحت الضغط. يعني مشروع الدولة في هذا الوقت فشلت، فمشروع هؤلاء العلماء فازوا. اتجاه عدنان مندرس كانت اتجاه وطني وتركز على الحريات، لكن بعد انقلاب العسكري في الستينات يعني تقريبا انقلبوا على حزبه، وتم هناك تغيير كبير في اتجاه الحزب، وبالتالي العلماء والمشايخ الصوفية كانوا يبحثون عن حلفاء في السلطة، كانوا يبحثون عن حلفاء في مجال السياسي في الحقيقة، وحاولوا أن يتعاملوا مع سليمان ديميرال فترة طويلة، لكن سليمان ديميرال كان يقول لهم أنا أمثلكم، أنا أعطيكم ما تريدون، لكن كانت سقف الذي كان يعطيه كانت قليلة. إن الدين هو ضياء القلوب، أما العلوم الحديثة هي نور العقول. تلك المقولة كانت طابعاً في الحياة السياسية الإسلامية الجديدة في تركيا، وهي لرجل طرح فكراً مهماً وأسس لمدرسة إسلامية حداثوية، هو الشيخ سعيد النورسي، والذي توفي في نفس العام الذي انقلب فيه العسكر على مندرس.
من مضى في الصراع ضد أتاتورك هو أيضا شخص صوفي آخر، وهو أيضا شخص كردي آخر، وهو بديع زمان النورسي اللي ترك تأثير كبير على الحركة الصوفية في تركيا، وحتى بعد ذلك على من يمكن تسميتهم بين هلالين الإسلاميين الأتراك. ما كتب سعيد نورسي كانت مختلفة تماما عن بقية المشايخ، لم يكن شخصية تقليدية، كان شخصية فكرية ربانية مفكرة، عندما كان يكتب من قلبه، وكان يستخدم كل أدوات العلمية والفلسفية والفقهية والحديثية، لذلك خطابه كان مؤثر جدا في جيل الجديد. سعيد نورسي اتجه إلى جهة أن لابد أن يكون نركز على الإيمان، لأن الغرب كان لها تأثير كبير جدا على السياسيين مفكرين وشعبا في عالم العربي والإسلامي كلها، وقال لابد أن نركز على الإيمان لأن كثير من الناس صاروا ملحدين في عالمنا، وكان كل كتبه إجابته على إيحاد هناك الله موجود وعلميا وفنيا، حاول أن يثبت هذا للناس، وبسببه الناس كثير من الناس آمنوا بالله أيضا، وهو كان تركيزه في هذا الجانب. أرسل آلاف الرسائل، يعني تخيل أن رسائله كان يتم طباعتها لآلاف النسخ وتوزيعها على كثيرين، ومعظم من مارس الإسلام السياسي بعد ذلك هم أتوا من الحركة الصوفية العريقة تاريخيا في تركيا مع بداية الدولة العثمانية اللي عمرها قرون، ثم هم تأثروا تحديدا بأفكار بديع الزمان نورسي. يعني صعب أن نتحدث عن إسلام سياسي في تركيا دون أن نتحدث عن التأثير اللي تركه بديع الزمان النورسي، وإذا تحدثنا عن أب أو أول من أطلق ما يمكن تسميته بالإسلام السياسي في تركيا وهو نجم الدين أربكان، نجم الدين أربكان كان رجل دخل فيه صوفية والمتأثرين أيضا ببديع الزمان النورسي. الانقلاب العسكري على مندرس جعل أصحاب الفكر الديني يعيدون النظر من موقفهم من الدولة التركية وعلمانية الدولة، فبدأت التكايا الصوفية والمدارس الدينية تعد رجالات للمرحلة القادمة من تاريخ تركيا. جماعة اسكندر باشا الصوفية أشهر الجماعات في تركيا، أسسها الشيخ محمد زايد كوتكو في منتصف الخمسينات، وكان أهم من دفع بطلابه إلى ولوج العالم السياسي، فكان منهم أسماء أثرت في الحياة السياسية التركية، وعلى رأسها توركوت أوزال وشقيقه كوركود أوزال ونجم الدين أربكان، إضافة إلى مجموعة كبيرة من النواب والسياسيين الفاعلين في الدولة لأكثر من عقدين من الزمن. الشيخ محمد زاهد قطقو رحمه الله إمام وخطيب جامع إسكندر باشا، وتربى على يديه عدد كبير من المثقفين ومن العلماء في الجامعة. الشيخ محمد زاهد قطقو كان له دور كبير على التقدم يعني في الإصلاح، ويعني التقدم في الجانب الالتزام بالإسلامي سياسيا. وجه الشبان الناجحين في الجامعات إلى العمل السياسي وغير السياسي، فيعني توركوت أوزال واحد منهم، كوركوت أوزال آخر، ونجمة أربكان أيضا، يعني كلهم طلاب زايد كوتكو، هم تربوا عنده، تعلموا الإسلام أيضا، تزكية النفس. توركوت أوزال هو بعد أدنان مرس نستطيع الرجل الثاني الذي غير وجه تركيا، كان رجل ديمقراطي، وكان رجل يفهم العالم العربي والإسلامي مع بعض، كان له تأثير قوي جدا، وهو متأثر من فكر الصوفي أيضا، وكان من جماعة إسكندر باشا وأخوه وكذا، كانوا من هذه الجماعة. توركوت أوزال عندما أصبح رئيس للجمهورية كان يستضيف حلقات ذكر في المناسبات في رمضان أو المناسبة الدينية في القصر الجمهوري، وهذا أول مرة يحصل، لكن حصل أمر مهم جدا أيضا في محاولة موازنة خروج إيران من العباء الغربي والاهتمام بتركيا ودعم الانقلاب، تم ضغط
ملايين أو معونات أوروبية وغربية أوروبية وأمريكية كثيرة إلى تركيا، استفادت منها الأناضول وأخرجت جيل مثل ترقوت أزال، هو جيل محافظ، هو جيل داخل فيه إسلامية، وهو جيل أن يمارس السياسة. ترقوت أزال كان رجل يعني ليبرالي أكثر من أربكان، وكان يدرك أن المرحلة تترتب على ذلك، ينبغي عليه أن يراعي ظروف إقليمية والدولية. الشخصية الأكثر تميزاً في تاريخ تركيا والتي أثارت جدلاً واسعاً هي شخصية المهندس نجم الدين أربكان، الذي أسس مجموعة من الأحزاب السياسية الإسلامية ما بين فترة الستينات والثمانينات. المهندس العائد من ألمانيا في نهاية الخمسينات والذي بدأ العمل كصناعي مهم، كان رأس الحربة في إظهار المثل الإسلامي في الشارع السياسي التركي. أنشأ في بداية السبعينات أول تيار سياسي ذو هوية إسلامية واضحة منذ عهد السلطنة وحتى ذلك التاريخ، نجم الدين أربكان، أبو الإسلام السياسي كما يسمى في تركيا، وزعيم لخمس أحزاب أسسها تباعاً بنفس الهوية، والذي ما يزال حزبه الأخير نشطاً وهو حزب السعادة. كان يدرس في ألمانيا وكان يتواصل مع مشايخه ومع القيادات العلمية في ذلك الوقت. عندما رجع إلى تركيا أرادت أن ينهض بالبلد، أراد أن يعمل نهضة اجتماعية، نهضة اقتصادية تنموية، لكن في كل فترة كان يجد أمامه أراقيل كبيرة اجتماعية وسياسية وسلطوية أيضا. أول حزب داخل فيه إسلامية أسس في تركيا أسس سنة 71، ثم حزب السلام النظام والسلام الوطني وقاده أربكان. وتخيل أنه أربكان بعد في انتخابات 73 حاز تقريبا 50 مقعد حزب السلام الوطني، وما كان ممكن تشكيل حكومة بخلافته بدونه. شكلت حكومة مع بولند أجاويد كرئيس وزراء اللي كان رئيس حزب اليسار الديمقراطي. كان يقول ملي قرش. ما معنى ملي قرش؟ كان يقول ملة أبيكم إبراهيم. هنا في تركيا المقولة المشهورة طوبى لمن قال أنا تركي، فكان يقول لا، هذه الكلمة خاطئة، لازم نقول طوبى لمن قال أنا مسلم، لأن أنت إذا قلت كتركي أنا تركي، ومن حق الكردي يقول أنا كردي والعربي أنا عربي، هذا يسبب إلى تفرقة الكلمة. الإسلام هو الذي يجمعنا. أسس حزب السلامة، وحزب السلامة يعني حصل على تأييد ما كان يتوقعه الآخرون، يعني تأييد جيد. وخلال تقريبا 10 سنوات إلى 80 قد دخل في ائتلاف حكومي وأصبح مساعدا لرئيس الوزراء. نجم الدين أربكان كان يعتقد أنه لابد من قيادة تركيا، لابد من أخذ تركيا لقيادة العالم الإسلامي، وأن التوجه الحقيقي لتركيا يجب أن يكون باتجاه العالم الإسلامي، باتجاه الشرق وليس باتجاه الغرب. ومن أوائل ما فعله نجم الدين أربكان، غير طبعا في رئاسة الوزراء النزاهة والنشاط، هو قاد حكومة صحيح ائتلافية مع حزب الطريق القويم مع تانسو تشيلر المرأة اللي كانت إلى جانبه، لكن قام بنهضة اقتصادية حقيقية. لكن نجم الدين أربكان، وهذا أحد الأسباب الانقلاب عليه، نجم الدين أربكان فكر في عمل ما تسمى المجموعة الإسلامية، يعني زار القاهرة، زار طهران وذهب إلى ماليزيا إندونيسيا، كان يفكر وباكستان طبعا، كان يفكر في إقامة مجموعة إسلامية من 7 دول إسلامية كبرى تكون بديل أو موازي للسوق الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن التجربة السياسية الإسلامية التركية تبدو تجربة مختلفة
عن التجارب الأخرى في العالم الإسلامي، وذلك لخصوصية المجتمع التركي الذي تعاطى مع العلمانية لعقدين ونصف وفهم ضروراتها، إضافة إلى انتشار الصوفية التي خرج من عباءتها رجال السياسة. إلا أنه كان لابد من التأثر بأفكار المفكرين والكتاب الإسلاميين، وخاصة في العالم العربي كدعاة الإخوان في سوريا ومصر وشيوخ الهند وغيرهم. في الصحوة الإسلامية هناك تأثير كبير يعني في تركيا لأستاذ للشهيد حسن البنا ولأستاذ سيد قطب ولعبد القادر عودة وللمودودي، يعني من العلماء أو من الكتاب الذين يعني قد أتوا يعني في دولهم في شعبهم يعني بأفكار وبسحوات. يعني بعد ترجمة هذه الكتب أصبح له تأثير على المجتمع من ناحية الصحوة الإسلامية. هناك من يخطئ أن يقول أن أردوغان من إخوان المسلمين، هذا ليس صحيح. أردوغان لا يعادي إخوان المسلمين أيضا، هذا صحيح. صحيح أن التجربة التركية استفادت من كل التجارب الإقليمية والدولية، لكن تجربة التركية تجربة مستقلة محلية. نحن نهتم بالاستمرار الحضاري، بالاستمرار الفكري، بالاستمرار العلمي. لا نرى أن هناك يعني فترة طويلة في الحضارة الإسلامية يعني المسلمون يعني ضيعوا حقيقة الإسلام. نحن نعتقد أن الحضارة الإسلامية من البداية حتى إلى يومنا هذا استمر بشكل صحيح رغم الأزمات، فنحن نتبنى هذا التراث ونحاول أن نبني عليه. الفكر الإسلامي في تركيا مختلف عن العالم العربي. لماذا؟ لأن الفكر الإسلامي في تركيا متأثر من الصوفية وأيضا متأثر من فكر السلف أيضا، وعلماء هناك كانوا يقرؤون ابن عربي، وحين ذاك كان يقرؤون في حين واخر أيضا كان يقرؤون ابن تيمية، ما كان يفارقون بينهم، وهذا ما نجده في عالم العربي فقط، ولكن في عالم الفكر الإسلامي التركي لا تجد هذا. لماذا؟ لأن نحن نقرأ مولانا ونقرأ المفكرين علماء أيضا متأثرين حين ذاك، مثلا سيوتي وغيرهم، القرطبي، كثير من المفكرين أيضا نقرأه، لا نفارق بينهما، نستفيد ما هو المهم منهم، لأن القرآن نقول والسنة يكفينا من هذا الجانب. قادة الأحزاب السياسية التركية بالخلفية الإسلامية كانوا متأثرين بالطرق الصوفية غير السياسية بتركيا، ولم يتأثروا بشكل مباشر وصريح بتجربة الإسلام السياسي والحركة الإسلامية في العالم العربي. ما حصل في تركيا هو نوع يشبه ما حصل في المغرب العربي، يعني تعرف في المغرب العربي تجربة مالك بن نبي أو حتى التجربة اللي قادها حزب النهضة في تونس كانت تعتقد أنه مع الاحترام للتجارب المشرقية لكن هناك خصوصية للمغرب، ولا بد أن يكون خصوصية مختلفة في أداء الحركة الإسلامية في المغرب. في تركيا كانوا يعتقدوا أن السياق مختلف، لم يتأثروا تأثير مباشر ويعتقدوا أن السياق كان تركي تماما. هناك طرق، هناك مناهج، لا يمكن أن نطبق المنهج نفس المنهج الذي طبقه الإخوان في مصر أو المنهج الذي طبقه جماعة الجماعة الإسلامية في باكستان، لكن الهدف واحد وهي نهضة الشعوب المستضعفة. استفاد بعضهم من بعض لكن لم يطبقوا كل شيء 100%، يعني أخذوا من الجميع ما يفيده فتأثروا طبعا، وهم أيضا تأثروا. تجربة الأحزاب السياسية التي أسسها أربكان والتي تعاطى العسكر معها بالسلبية وميول أغلب الأتراك إلى التمسك بالنهج الأتاتوركي دفعت بحزب إسلامي جديد للظهور مع بداية مطلع الألفية الثانية، والذي وضع قاعدة أرضت أغلب الشارع التركي ووصلت به إلى حكم تركيا. تلامذة أربكان وخاصة جيل الشباب منهم وعلى رأسهم عبد الله جول ورجب طيب أردوغان أعلنوا في نهاية التسعينات حزباً جديداً تحت اسم حزب العدالة والتنمية،
يرى البعض أن إعلانه كان خطوة منسقة بين أربكان وتلامذته بعد أزمة 28 شباط، وأنه من دفعهم إلى ذلك العمل، بينما يرى آخرون أن هؤلاء الشباب انشقوا عن أربكان بعد أن وجدوا سبيلاً سياسياً جديداً ومشروعاً يلائم التطور الحاصل في المجتمع، فاندفعوا بمشروعهم الذي أوصلهم إلى الحكم عام 2003. هو حزب سياسي أسس من قبل يعني تلاميذتي أستاذ أربكان، ومن أهدافهم يعني أن يأتوا بالسياسات الواقعية التي هم يعيشونها. أنا أرى أن هناك نجاح يعني في تركيا، ولكن أيضا هناك عمل كثير أمامنا. لا أرى أن كل شيء يعني كامل ووصل إلى يعني أحسن درجة في تركيا. يجب علينا أن نستمر في عملنا. لا، فيها تجربتين مختلفتين. طبعا حزب السعادة كانت تخاطب المحافظين فقط، ولكن حزب العدالة والتنمية خاطب كل المجتمع. يا أستاذ، أنا أقول حزب السعادة كانت تقول يا أيها الذين آمنوا، وحزب العدالة والتنمية كانت تقول يا أيها الناس. هذا هو الفرق بينهما في خطاب. مدرسة أربكان أكبر من حزب العدالة والتنمية، أكبر من حزب السعادة، أكبر من مدارس الأخرى، لأنها انتشرت كتوجه كتجربة ليست فقط في تركيا وإنما في كل العالم. أنا أعرفه على الأقل فيها ترابط فكري معنوي بين مدرسته وبين أحزاب سياسية كثيرة في العالم. في حزب العدالة والتنمية وغيرها تجد منهم علاوي، سني، شيء، النصراني، من أرماني، تجدهم في أحزابهم، وتجد منهم ليبراليين وشيوعيين. لا يوجد إسلاميين الآن، هم منفتحين أكثر من العلمانيين من القديم. أردوغان عرف حزب الفضيء ثم حزب العدالة والتنمية أنه حزب علماني، لكن حزب وهو قدم تعريف آخر، يعني قال ما نريد أن نفعله نحن في حزب العدالة والتنمية هو إقامة المجتمع المتحضر والمعاصر اللي أرادوا أتاتورك، لكن دون القطيعة مع القيم والمعايير الإسلامية لـ 99% من الشعب التركي. هون حصل الخلاف. أربكان، المرحوم أربكان، كان أيديولوجي أكثر. أربكان كان يفكر ربما في حزب إسلامي حتى وعادت تركيا إلى الخلافة سلطنة ما شابه، لكن وكان يعتقد أنه مستقبل حاضر ومستقبل تركيا هو مع الشرق. أردوغان أقام حزب علماني بدون مواربة وصراحة، ثم الأهم من ذلك أنه أردوغان ورفاقه فهموا أنه بدأ الانشغال في سجالات فكرية وسجالات ثقافية. تركيا كانت تعاني أزمة اقتصادية، تركيا كانت بصدد الانضمام للاتحاد الأوروبي، والأهم هو العمل على الأرض. لابد من إقناع الناس أنه السياسيين كما أسماهم الأتقياء بخلفيات إسلامية هم ليسوا سذج، هم قادرين على تحقيق نجاحات اقتصادية، قادرين على تحقيق نجاحات اجتماعية. ثم إجراء الإصلاح السياسي في تركيا بنفس طويل وبصبر ودون اصطدام مباشر مع المؤسسة العسكرية. منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2003 توقفت موجة الانقلابات العسكرية، وبدأت تركيا مرحلة سياسية واقتصادية جديدة شهدت تطوراً مهماً على الرغم من الأزمات التي مرت بها تركيا خلال تلك السنوات، وخاصة أزمات دول الجوار كالعراق وسوريا. وأظهرت الانتخابات الأخيرة في تركيا مدى شعبية هذه الأحزاب في الشارع التركي، والتي نهضت على حساب أحزاب أخرى كان لها شأن سابق، وخاصة الحزب الجمهوري الذي ما يزال يحتفظ بفكرة أتاتورك وتعاليمه.